واحده الموضوع الفيسع باش نحكي عليه اللي هو موضوع لاعب النادي الافريقي ادم قرب اللي في الجمعه هذية صار عديد التساؤلات وبرشا بوز في قنوات في اذاعات وحتى هنا في ديوان اف ام كان حكايه وحتى الاولاد على ادم قرب ولا زياده في الوزن وكل، لكن الحكايه رغم تمش اثارتها هنا تم اثارتها في قناه حنبال من طرف بعض المحللين وحتى في قناه تونسنا خاصه مع صاحبي بكار وغيره قالوا انه ادم قرب زايد في الوزن وانه ملاعب حكايه على 8 كيلو 10 كيلو فمشكون قال 8 وكل واحد يزيد كيما يحب حاصيل وكل واحد تحسهم كل واحد عنده ميزان في دارهم وزن به ذكرني في بدني بالضبط اي ما شاء الله عليه هو ادم توا لكن حكايه الزياده في الوزن حتى لو كان نحكيه على الرياضه المحترفه الحقيقه انك تلاحظ زياده الوزن ديما فما طريقه انك تتكلم فيها الحكايه خاطر تنجم تكون مشكله صحيه بالضبط. نجم يكون تعذب اوقات نفسيه صعيبه هذه الكل لازمك تراعيها خاصه كي يبدا ملاعب صغير خاصه الامور النفسيه تقتلوا انت الامور النفسيه ورغم ذلك ادم قرر البارح حبه ستوري على كوبتي على انستغرام ورد الحقيقه من غير برشا كلام من غير حتى شيء اربع تصاور في ستوري واحد على انستغرام ظهر فيها نتاعو اللي قبل سورتو ظهر انه هو ماهوش زايد في الوزن كما يخيل البعض وكما حب البعض يروج في الايامات القليله الماضيه اكيد تمنوا التوفيق للنادي الافريقي ومكسب حتى للمنتخب بالطبيعه مازال صغير ومازال نجم يتطور مازال نجم فقط في روحك انت في نفس الوقت ذكرني في روحي بالضبط انا قدام المرايه كيك زيد انت قدام قرب كيف كيف ما هو عنده اربع تابلت شوكولا انا عندي جوز كاو انت عندك وحده كاو قالب انت عندك زياده شويه خاطر انا على الكرش كامل حلو عندي كعبه واحده انا نعرف من قبل هو زيد شويه في الوزن رافع اما ظهر لي قاعد في مجهود باش ترجع لوزنك العادي زين بنتي تعرفني قبل في كيفاش كنت يعني في مجهود بالملاوي والله اللي كان رشيق جدا وبالبارح برك خرج ان سوفنير انت فيه في التصويره قلت رفع نزيد شويه في الوزن على اللي كان وقاعد تراعي انت في الامور خاطر ما تاكلش الملاوي معاهم كل يوم لا تو تو كان ياكل والله والله يا زينب عجبتني كمل انت هني جيت عندنا ديجيتال ويفز يعني خلينا نزربوا باش نكملوا اخر حاجه بجمال بالماضي مدير منتخب جزائري اللي ديما يثير الجدل في شجار ونجم نقولوا وتدخلات الرشيقه مع الصحفيين اللي الحقيقه حاجه من وراء الخيال رابح خاسر يلعب في الجزائر البرم الجزائر ديما مش راضي على الصحفيين ديما مش راضي نسمع جمال بالماضي ساعة أول ما دخل للكونفيرونس دي بريس مازال يمشي مازال باش يقعد على الكرسي شنو قال 15 ميكرو أبوي 15 ميكرو 15 برشا ولا شوية كان 15 شوية كون تيان طاب دي ميساج يا با كو سي ميكرو دونك برشا يقصد مش يقصد برشا يجيبوا لهم تابل دو ميكساج سمعت دونك جمال بالماضي بداها من هنا من بعد في وسط الندوه الصحفيه هو قاعد يحكي وكما تصير في اي ندوه صحفيه في العالم مهما كانت البلاد ومهما كان النظام اللي فيها عادي يصير انه تليفوني ينوقز نتاع حد موجود ويسكتوا بالوقت معناه نسمعوا جمال بالماضي كيفاش كانت الرياكسيون نتاعو مطول شويه التصريح لكن نسمعوه بالكدا كيفاش تشنج وحده وحده دونك ابخي اون ميز بوكو سور لا Après 5 ans et demi, c'est un sacré chèque, ça, quand même. Voilà, c'est un sacré chèque. C'est téléphone, hein, c'est téléphone. Et je ne cesserai de le répéter. Hein. Pensez pas que vous allez m'avoir à l'usure. Il viendra un jour où j'arrêterai. J'arrêterai de parler parce que c'est fatigant. Si c'est ça que vous voulez, tant mieux, pas de souci. C'est pas une obligation de venir ici pour moi. Je peux envoyer quelqu'un d'autre ou je peux très, très facilement réduire la chose. Parce que je sens que c'est... L'idée, c'est de... On a beau vous prévenir, on a beau vous parler, ça fait 5 ans et demi qu'on parle. Et que c'est toujours dans la même situation. Vous aimez... هو ساعات يكزاجيري ما شخصية بصراحة اي شخصية لكن تتكثر زاد من شخصية تولي غرور تولي غرور تولي غرور فقط باش نفسر الناس خاطر باللغة الفرنسية والكل تليفون نوقز من واحد من الصحفيين والكل تشنج وكأنه شنيا صار قالوا مش معقول كل مرة تصير وكذا وكذا تكلموا الصحفيين دافعوا على رواحهم قالوا له مش بالضرورة راهو الساعة باش تعمل مشكلة وحتى كان نوقز تليفون معناها ماهيش مشكلة كمل تشنج يا اخي جاوبوه مرة أخرى قالوا له راهو التليفون تاع السيد اللي نوقز ماهوش واحد من الصحفيين فقط واحد موجود واقف معناها هنا والكل قال لهم ايش قال لهم قال لهم انا مانيش مسؤول على الناس اللي تحضر مانيش انا اللي باش ننظم الناس شكون يحضر شكون ما يحضرش ربي هدي حسيت كأنه مراحب لا تتوحم عرفت على الصحفيين كل مرة انا تو قريب يجيني تليفون مع شكون تليفون يجيك حاجة غريبة على الاخر دونك جمال بالماضي ديما يفهمنا بتصريحاته والبوز اللي عمله